احنا اخر مره كنا اتكلمنا عن ايه؟ عن التخطيط، وعرفنا ايه الفرق بينها وبين السيشن، صح ولا لا؟ كمل. طيب النهارده بقى احنا عايزين نتكلم في موضوع ايه؟ ارجع بس للمثال اللي احنا كنا عاملين، انا نبهت على المثال ده وقلنا ان احنا هنرجع له في يوم من الايام. ايه بقى المثال؟ فاكرين المثال بتاع ريك بيج؟ افكرك بيه، اعمل رن كده وامشي معايا. هعمل رن اهو للصفحه بتاعت ايه؟ الريجستريشن بيج، عشان نفتكر المثال مع بعض، لان النهارده الجزئيه دي مبنيه على هذا المثال. كده الصفحه بتعمل اهي رن ونمشي خطوه. ايه بقى؟ صفحه على الرن اهي، النيم ايه؟ الايج ايه؟ التليفون ايه؟ همشيها بس كده خطوه خطوه. بص المثال ده بيعمل ايه؟ هقول له مثلا انا اسمي ابراهيم. طيب الايج 28. طيب التليفون 010 اهو. تمام؟ واقول له اوكي. كان بيعمل ايه؟ كان بيروح ياخد البيانات دي ويبعتها على حاجه اسمها لود ايه؟ لود داتا اهي. السيرفر اللي اسمها لود ايه؟ لود داتا. لود داتا اللي بتعمل ايه؟ بتعمل تاخد البيانات وبعد كده تعمل اوبجكت من البيرسون، وبعد كده حطيناه في الكونتكست وحطيناه في ايه؟ في السيشن، وعرفنا ايه الفرق بينهم والسكوب والحاجات دي كلها احنا عرفناها، صح كده؟ فهتحط في السيشن اهو، هيتحط في السيشن، وبعد كده يبقى اوكي لود داتا، تعمل ايه لود داتا؟ بحطه في السيشن، وبعد كده ظهرت لينك، اللينك دي بتعمل ايه؟ ها؟ بتضغط عليها يفتح لك سيرفر التاني، صح ولا لا؟ اهي اهي، يقوم يفتح سيرفر الثانيه، يقوم السيرفر الثانيه تعرض البيانات. ده المثال اللي احنا عملناه، صح ولا لا؟ فالمثال دلوقتي ماشي ازاي؟ ماشي كده. اروح، بص ركز معايا، انا صاحب ال HTML اهي، صاحب ال HTML اهي، صاحب ال HTML بعتت على ايه؟ بعتت على سيرفر. بعتت على ايه؟ سيرفر اللي هي اللود داتا. السيرفر دي عملت ايه؟ عملت البيانات، وبعد كده بعتت لليوزر قالت له تم تحليل بياناتك بنجاح، ولو عايز لينك، اللينك الثاني اهي. لينك ضغط عليها، بعت ريكوست لسيرفر الثاني. لا انا مش عايز كده بقى، امال انا عايز السيرفر اللي هي محمل البيانات، محمل الايه؟ البيانات، وبعد كده تبعت السيرفر الثاني. مش لازم اليوزر يضغط على ايه؟ على لينك، لا انا عايز دي تحمل البيانات والسيرفر دي ترد عليه تقول له تم تحميل بياناتك اللي هي كذا 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 كذا. مش شرط بقى يبعت ايه؟ لينك. فانا عايز السيرفلت تبعت سيرفلت لينك. وصلت كده؟ القاعده اللي احنا كنا قلناها زمان يا جماعه، القاعده اللي احنا كنا قلناها زمان ايه؟ ان الصفحه ما بتظهرش الا لو جالها ريكوست، الا لو جالها ايه؟ ريكوست، صح كده؟ فانا عايز اعمل كده. هو هيبعت ريكوست للسيرفر، تقوم السيرفر بتعمل ايه؟ تعمل حاجه مهمه قوي، تستقبل البيانات، تعمل الاوبجكت وتحطه في السيشن. لا مش هتحطه في السيشن، امال انا عايزها تبعته لسيرفر ايه؟ ثانيه. وصلت؟ تقوم السيرفر الثانيه دي هي اللي تظهر لمين؟ لليوزر، ودي ما تظهرش بقى. وصل الفكره؟ حاجه زي ايه نعملها ازاي؟ بص كده معايا خطوه بخطوه. ايه؟ اقول بقى كاني اقول نعمل المثال اللي انا كنت بقوله اهو. هنعمل رن شيفت اف 6، بص كده ال اتش تي ام ال اهي، هتبعت لمين؟ اهو هيدخل البيانات عادي، اهو 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 بيانات عاديه، وبعد كده هيبعت لمين؟ للسيرفر اللي هي لود ايه؟ لود داتا. لود داتا قالت له تم تحميل بياناتك، وعشان تشوفها اضغط على ايه؟ لينك. لا انا عايزها تظهر على طول. وصل؟ انا عايزها تبقى كده على طول بقى. ماشي كده؟ حاجة زي دي نعملها ازاي؟ أنا بشرح حاجة دلوقتي يا جماعة، الموضوع اللي أنا بشرحه اسمه ريكوست ديسباتشر. ريكوست إيه؟ ديسباتشر. يعني أنا مثلا يعني الريكوست جاي لسيرفر معين أو لودكم هنا أنت معين. لا أنا مش هظهر، أنا هخلي واحد تاني هو اللي إيه؟ هو اللي يظهر. يعني صفحة ال HTML أهي بعتت ريكوست للود إيه؟ ده القاعده العامه بتقول ايه؟ الصفحه اللي راح لها ريكوست هي اللي بتظهر. لا يا عم،
اللود داتا مش هي اللي هتظهر، هتخلي مين هو اللي يظهر؟ شو داتا صفحه ثانيه. وصل الفكره؟ حلو. طب والعميل مش عارف حاجه، البراوزر ملوش داخل، هو طلب صفحه جاله صفحه يعني عارف مثلا زي ايه؟ بشبهها لك مثلا بايه؟ مثلا لو انت مثلا عايزني، احمد عايزني، جميل، فانا مش فاضي، فقمت رايح لمحمود قلت له رد انت على احمد يا محمود. وصل الفكره؟ ليه؟ لان انا مش فاضي، ده انا عايز اعمله بالظبط. جميل. عشان الصفحه تظهر لازم ابعت لها ريكوست، لازم ابعت لها الايه؟ واحده واحده بقى. يبقى عشان الصفحه تظهر لازم ابعت لها الايه؟ الريكوست. اهو يبقى البيج دي مش هنغير فيها، انا هروح بقى للود داتا. اللود داتا هتعمل ايه؟ مش هي اللي هتظهر، مش هي اللي ايه؟ اللي هتظهر. امال يبقى ده كله ملوش لازم. اهو امال هتروح تعمل ايه؟ هتروح تعمل ريكوست ديسباتشر. ريكوست ايه؟ ديسباتشر. اهو ريكوست ديسباتشر. ريكوست ديسباتشر يعني توزيع الريكوست، ان انا جاي للريكوست لا هبعت له حاجه ثانيه عشان هي اللي تظهر بدل مين؟ بالظبط كده. هو عمل ايه؟ جاب البيانات حطها في السيشن، وبعد كده بنعمل ريكوست ديسباتشر. ازاي؟ اقول له يا ريكوست، يا ريكوست بوت بوت ايه؟ جيت ريكوست ديسباتشر. اهي ياخد منك ايه؟ ياخد منك سترينج اسم الصفحه اللي هيروح، وبيرجع بأوبجكت نوعه ايه؟ ريكوست ديسباتشر. اهو اهو اسم الصفحه ايه؟ الصفحه اللي اسمها شو داتا، هحط اليو ار ال بتاعها حالا. وبعدين هيرجع بأوبجكت، الأوبجكت ايه؟ ريكوست ديسباتشر. اهو ريكوست ديسباتشر في. وبعدين خلاص يبقى الأوبجكت اللي اسمه في هو المسؤول، او الريكوست ديسباتشر ده هو المسؤول عن ارسال الريكوست الى صفحه اخرى، ان انا هديها له هنا بقى. ازاي بقى؟ اقول له ايه؟ اقول له يا اوبجكت نعم فورورد، ابعت ابعت الريكوست والايه؟ والريسبونس. دي طريقه الريكوست الايه؟ ديسباتشر. ماشي كده؟ طب ادي له ايه بقى؟ ادي له الصفحه اللي هيروح لها. شو داتا اهي، شو داتا اهي. اليو ار ال بتاعها اسمه ايه؟ اجيبه منين؟ لو انت نسيته روح هاته منين؟ من الويب دوت اكس ام ال. اهو اليو ار ال اللي هو من هنا سيرفلتس اهي. لود داتا، لود داتا اهي. لا شو داتا اهي. اليو ار ال اهو خده زي ما هو، اهو كوبي وروح حطه هنا اهو. بس شوف بقى ايه اللي هيحصل لو انت مش متخيل معايا. يبقى اذا ايه اللي هيحصل؟ اللي حصل حضرتك ايوه ان صفحه ال HTML بصرا هتعمل رن اهي، هتبعت على اللود داتا. شوف بقى اللود داتا هتعمل ايه؟ بصرا اهي انا صفحه ال HTML اهي، وبعدين دخل فيها البيانات اهي اهي اهي، وبعدين هيقول له اوكي. اوكي راح لمين؟ لود داتا. تقوم لود داتا محملاها، جايبه عامله اوبجكت وحاطاه في السيشن، وبعت الريكوست على مين؟ على شو داتا. تقوم شو داتا هي اللي ايه؟ هي اللي تظهر اهي. وصلت الفكره؟ وجابت البيانات منين؟ من السيشن. وصلت الفكره؟ وصلت يا شباب؟ وصلت. ده معنى الريكوست ايه؟ ديسبتشر. ريكوست ديسبتشر يعني توزيع الريكوست. انا جاي للريكوست اخلي صفحه ثانيه هي اللي تظهر مكانها. الموضوع ده مهم قوي يا اخوانا، وفي سؤال مهم قوي في الانترفيو بيسال بس اما اخلص الجزئيه دي. ماشي كده؟ كلامي. طيب حاجه بقى، الاتريبيوت اتحط فين؟ اول حاجه اتحط في الكونتكست، قمة لا اله الا الله شافتها. اتحط في السيشن، الصفحات اللي اليوزر هيفتحها هيشوفها. صح؟ طب انا افرض عايز الصفحه دي بس هي اللي تشوفها، يعني لود داتا هتبعت الريكوست لمين؟ لشو داتا. انا عايز الاتريبيوت ده شو داتا بس هي اللي ايه؟ هي اللي تشوفه. فبنعمل ايه؟ ما بنحطوش في السيشن. ما بنحطوش في ايه؟ في السيشن. امال بنحطه في الريكوست. اقول له يا ريكوست دوت سيت اتريبيوت. الله الله الله، عارف ده معناته ايه؟ ها؟ اهو هحطه اسمه بي اي ار. عارف ده معناته ايه؟ ان الاتريبيوت له كام مكان؟ ثلاثه. لا اما تحطه في الكونتكست الدنيا كلها تشوفه، لا اما تحطه في السيشن
الصفحات اللي اليوزر هيفتحها هي اللي هتشوفه، لما تحطه في الريكوست الصفحه اللي رايح لها الريكوست هي اللي هتشوفه. وصل دلوقتي في حاجه اسمها اتريبيوت سكوب. اتريبيوت ايه؟ سكوب. وصلت؟ حلو. حطيته في الريكوست وقمت باعت الايه؟ الريكوست. يبقى واجب على الشو داتا تعمل ايه بقى؟ بدل ما تجيبه من السيشن، بدل ما تجيبه من السيشن تجيبه من الريكوست. اهو اهو هقول له ايه؟ هقول له نوبا ريكوست دوت جيت ات. انا غيرت حاجه؟ يا دوب بس سبت السيشن، شلت وحطيت مكانها ايه؟ الريكوست. وصلت مع الفرق الكبير في المعنى. الاتريبيوت له ثلاثة أماكن، الكونتكست سكوبس. له ثلاثة سكوبس ايه؟ أول حاجة السيشن، الكونتكست، الريكوست. بس طبعا لو حطيت في الريكوست لازم تعمل انسبكشن عشان الصفحة الثانية ايه؟ تشوف. اعمل ران. قال الصفحة ايه؟ شيفت اف 6 وتشتغل. أول معايا يعني كل حاجة اهي اهي. قول اوكي. هيبعت لللود داتا. ركز بقى معايا اهي. هيبعت لمين؟ لللود داتا. تقوم اللود داتا عاملة ايه؟ عاملة الاوبجكت وحطها فين؟ في الريكوست. وتبعت مين؟ الريكوست. تقوم الشو داتا واخدها منها. وصلت الفكرة؟ وصلت الفكرة يا شباب؟ ده كان موضوع غاية 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 في الأهمية. اسمه ايه؟ اسمه Request Dispatcher. السؤال المهم اللي انت لازم تجاوب عليه دلوقتي ايه؟ ما الفرق بين ما الفرق ايه؟ بين Request Dispatcher اهو هكتبه لك اهو. Request Dispatcher ايه؟ versus مين؟ Redirect. واحد يقول لي طب Redirect بيخلي صفحة تانية هي اللي ايه؟ هي اللي تظهر برضه، صح؟ ايه الفرق بقى بين الاثنين؟ السؤال ده لازم هتساله في اي انترفيو، صح؟ لو انت مذاكر معايا، لو انت مذاكر الفيديوهات اللي فاتت هتلاقي في حاجه اسمها ايه؟ ريدايركت. والريدايركت برضه كان بيخلي صفحه هي اللي تظهر، صح كده؟ اما الديسباتشر ما هو خلى برضه صفحه ثانيه هي اللي ايه؟ اللي تظهر. ايه الفرق بينهم؟ اسمع كده الاجابه وسجلها ورايا. بمنتهى البساطة الريدايركت يتم بمعلومية البراوزر، أما الديسباتشر لا يتم بمعلومية الايه؟ البراوزر. الريدايركت يتعمل من خلال البراوزر، أما الديسباتشر يتعمل من خلال السيرفر. ازاي؟ لو أنت مذاكر معايا الريدايركت بص كده معايا. الريدايركت ايه اللي بيحصل؟ أنا عامل صفحة HTML أهو، قمت رايح فاتح ايه؟ باعت على سيرفر. باعت على ايه؟ على سيرفر. السيرفر دي كانت عامله ايه؟ قالت له قالت للبراوزر روح اعمل ريدايركت على صفحه ثانيه، صح ولا لا؟ فقام البراوزر قام رايح باعت اوبجكت اوتو، مش باعت اوبجكت، باعت ريكوست مباشره على صفحه ايه؟ ثانيه. قامت الصفحه الثانيه هي اللي ظهرت، صح ولا لا؟ اقول تاني الريدايركت عمل ايه؟ اقول لك اهو، بعت ريكوست، الريكوست راح لسيرفر، السيرفر قالت له ايه؟ ريسبونس دوت سند ريدايركت على صفحه. قام البراوزر قام راح شاف ايه؟ اه ده انا جاي لي صفحه لازم اعمل عليها ايه؟ ريكوست. يقوم رايح عامل ريكوست على صفحه ثانيه تكون هي اللي تظهر. فالعمليه مين شريك فيها؟ البراوزر. زي مثلا احمد عايزني، احمد ايه؟ عايزني. قمت انا قمت رايح لاحمد قلت له اهو احمد عايزني. قمت انا قمت رايح لاحمد قلت له بقول لك ايه يا احمد؟ خد عنوان محمود وابعته. فاحمد عرف، صح ولا لا؟ اما الديسباتشر لا. الديسباتشر قال صفحه الاتش تي ام ال اهي. بعتت ريكوست على مين؟ بعتت ريكوست على سيرفر مثلا. قامت السيرفر عامله ايه؟ السيرفر بقى ما قالتلوش ابعت لفلان، لا ده في سيرفر التانية اهي او صفحة تانية اهي، في صفحة تانية اهي. قامت راحة بعت الريكوست للصفحة دي، قامت الصفحة دي هي اللي ظهرت. شفت الفرق بين الاثنين؟ الفرق ده هو
وصلت؟ اه. هنا البراوزر ابعت على كذا، لا لكن هنا البراوزر بعت ريكوست على الصفحه دي او السيرفر دي، ما السيرفر بيقول على صفحه مفيش مشكله ماشي اهو. سيرفر تاني البراوزر بعت عليها ريكوست، قامت هي قالت له ايه؟ لا ما قالتلوش بقى، قامت بعت ريكوست لصفحه ثانيه، قامت الصفحه الثانيه هي اللي ظهرت. طب والبراوزر ما يعرفش حاجه يا عيني غلبان، طلب حاجه جات له حاجه ايه؟ جات له حاجه ثانيه. وصلت الفكره؟ العمليه هنا بتتم على السيرفر، العمليه هنا بتتم على ايه؟ السيرفر، لكن هنا البراوزر شريك فيها. وصل السؤال ده يا جماعه؟ غايه في الاهميه. بكده يبقى احنا نهينا حاجه مهمه قوي اسمها ريكوست ايه؟ ديسباتشر، وعرفنا ايه الفرق ما بين الريكوست ديسباتشر وايه؟ والريفايرت. وده سؤال زي ما قلت سؤال غايه في الاهميه. شكرا جزيلا.